يا زباله خلاص يا ريس حرمت يا ريس خلاص يا اسطى بازوكا خلاص يا علي هيموت في ايدك حصل خير ما حصلش خير خليه يموت اهدى يا علي اهدى شويه احنا عندنا مشكله اكبر دلوقتي ما عندناش حمام يعني لازم نشوف سباك ومحتاجين سباك ليه ما هو اللوست اهو واللوست كان سباك اصلا انت كنت سباك امال ايه علاقتك بالنقاشه اصل ابتديتها من تحت يا مدام يبقى اللي اتكسر حاجه بقى يصلحها النبي يا حرام خلاص ما تقلقوش النهارده هيكون متصلح الحمام النهارده انت تاني لعبه ما تقلقيش على بالليل هتكون المايه بتجري في المواسير يا سلام بس الاجره هتزيد سنه ولا درس المهم نخلص ويتصلح انت بتضايق المامي بتاعتي يو كان سي مي انت فلة يا قلب امك من كتر الهب ومش شمالك اي ريحه طب بقول لك ايه يا حبيبي روح دلوقتي على اوضتك غير هدومك لحد ما اشوف هتصرف ازاي روح لا صلي على النبي صلي على النبي يا كفر على طول النبي صلي على النبي صلي يا برغيث كمان برغيث الله يكرم الله يخرب بيتك مغلق للتحسينات يعني ايه بلاش نخش الحمام مش هينفع يا استاذ علي مش قبل 24 ساعه نعم وكلمه زياده ممكن يبقى اكتر لازم الاسمنت يشك يشك ده انا اللي ابتديت اشك فيك كل يوم تقولي بازوكا كلمته واحده هسلمك النهارده والحمام على بالليل الميه هتجري في المواسير مش كده لا انت متخصص عطله وبس انت حد مسلطك علينا لازم الاسمنت يشك كك شكه في قلبك ايه ده من قلبكوا قوي الجمله دي اخرس بقول لك ايه يا علي هنعمل ايه ده حمام انا عارف يا اختي بقول لك ايه مفيش بقى غير ان احنا نروح لطنط سمير وانكل رجاء هما الوحيدين اللي هيشيلونا في الازمه المهببه دي طبعا وبالذات طنط سمير متجر والد برضه اخرس ايه مش والد لا صح فتحنا بدري شويه لان كنا سهرانين في السلم امبارح ادخلي يا حبيبتي ادخلي اعتبريها شقتك بالظبط ميرسي يا جوجو في الحقيقه انا جايبه لكم معايا زياره خفيفه كده سالي سال ايوه تعالى يا حبيبي نعم معلش يا جوجو انت عارفه ظروف الحمام عندنا وكده ولولا والله ان سولي ريحته طلعت ما كنتش جبته ابدا هياخد حمام في السريع ها سولي حبيبي انت ها جايب كل حاجه معاك ليفتك شاور جلك شامبوهك ها كل حاجه اوعى تاخد حاجه من حمام طنط رجاء ها اوعى اوكي حمام طنط رجاء حمام انكل سمير اطمني هيتبهدل يعني هيتبهدل ولد بالاماره هو حمامك فين كان معلش سولي بيهزر مجرم والله انا ما عارفه اقول لكم ايه ومش عارفه اودي وشي منكم فين سمير انا مش قادر حموت الحمام عندي بايظ والعمال مبهدلين الدنيا زي ما انت عارف بعد اذنك مناديل ها هو في حد في الحمام جوه ايوه ابنك جوه يلا يا سولي يلا يا سولي اجري قبل ما تعملها في السكه والله انا ما عارفه اقول ايه مش عارفه اودي وشي منكم فين بس انتوا عارفين حاجه يعني لو نقلتوا القعده دي قدام التواليت مش عايزه اقول لك مكسب ايه انت بالتيكت وجوجو بالورق التواليت بص خدها مني هتقفل العياده انا مضطره اكسكيوز مي وفي ايه وانت قلبتها مراحيض عامه ولا ايه مدام هنكسب خلاص
فتاح يا عليم. يا رزاق يا كريم، اهلا يا اسطى بازوكا. ها هتخلصني النهارده ولا لا؟ طبعا يا مدام. كلام رجاله؟ عيب يا استاذه. بازوكا كلمته واحده، طالما قلت هخلص النهارده يبقى هخلص النهارده. انا بقى زهقت من الاسطوانه المشروخه دي، بقالك اكتر من شهر بتقول لي كده انا تعبت. يا مدام انا تعبان وعيان. يا سلام، وجاي لحد هنا علشان تقول لي انك مش هتشتغل؟ كتر خيرك. لا لا مش هشتغل ازاي، ده انا جاي مخصوص عشان اخلص لك الشقه واسلمها لك النهارده. لما خلصتها وانت بصحتك هتخلصها وانت عيان؟ تلاقيك جاي تفطر. على الله تصدق المره دي يا اسطى بازوك. الفطار جاهز. الكونتيننتال. الكونتيننتال مستنيك جوه. في فول وطعميه، اتفضل. مفيش شويه فيتامينات؟ اه ده انت ناقص تقولي ايدك حنينه قوي. تخش يا اسطى بازوكا. ملعون ابو التوضيب على اللي بيوضبوا على اللي عايزين. انا تعبت خلاص بقى، مش كده حرام؟ انا تعبت. وحطي اكلي ايدي وشيلي اكلي ايدي، وحطي شاي ايدي وشيلي شاي ايدي. انا تعبت، انا اتبهدلت، انا خلاص مش قادره خلاص. بازوكا ومعرفش تربت تتينا، تعبت. عايزك تهدي خالص خالص. النهارده الجمعة، النهارده يوم اجازتنا، اليوم الوحيد اللي بنتقابل فيه مع بعض. وبعدين ده جاي على شوق. في ايه يا علي؟ وانا في ايه ولا في ايه؟ ده هو ده وقته. وبعدين يا حبيبتي انا بقولك انها جاية على شوق. وبعدين شوية البويا اللي في البيت دولت حركوا مشاعري. بس انا ريحة التينر اللي في البيت قفت مشاعري خالص. تعالي بقى اولع لك مشاعرك. بس بقى يعني بس. تعالي بس يا انشي، تعالي بس. عيب يا علي. يا علي ما انا هقول لك. ده بره يا علي. ما انا هقول لك. ما انا طب بالراحه يا علي. ما انا هقول لك. في ايه يا علي؟ لا ما فيش حاجه. في ايه؟ الله يخرب بيتك، انتوا بتعملوا ايه؟ الوسطى بتاع عيان بره، انتوا بتعملوا ايه؟